بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم على قناة STC سالمون تريدينج شانل مع كورس استخدام الشموع اليابانية فقط في التداول، ومع المحاضرة رقم 13 في هذا الكورس تحت عنوان القمم الدوارة والقيعان الدوارة Spinning Tops and Spinning Bottom. هذا النموذج يتكون من شمعة واحدة حمراء أو خضراء لا يهم اللون، وظلال الشمعة العلوية والسفلية صغير، واتجاه الشمعة غير مهم، وممكن أن تكون هذه الظلال طويلة. وإذا كانت شموع الدوجي تعبر عن الشك والحيرة في الأسواق، فإن هذا النموذج يعبر عن حالة التردد في السوق ما بين الصعود والهبوط، حيث يعبر عن حالة الإنهاك والتعب التي وصل إليها كل من البائعين والمشترين. وعلى ذلك فإنه إذا كان السوق صاعد وظهر هذا النموذج، فإنه يتحول إلى اتجاه عرضي جانبي أو هابط، وإذا كان السوق في حالة هبوط وظهر هذا النموذج، فإنه يتحول إلى اتجاه عرضي جانبي أو صاعد، ولا يعتمد على هذا النموذج في التداول ودخول الصفقات إلا إذا وجد عند مستوى دعم أو مقاومة أو أي حاجز فني. ويفضل التداول بهذا النموذج في حالة ظهور شمعة التأكيد، فإذا كان الاتجاه صاعد وظهر هذا النموذج، فإن الاتجاه المحتمل هو الاتجاه العرضي أو الهبوط. في حالة الهبوط تظهر شمعة التأكيد التي تغلق أسفل مستوى ذيل شمعة سبيرنج توب، ويمكن من بعدها أخذ صفقة بيع. وفي حالة الصعود تكون شمعة التأكيد هي الشمعة التي تغلق أعلى من ذيل شمعة سبيرنج بوتوم، وفي هذه الحالة يمكن دخول صفقة شراء، وننصح المتداول بعدم الدخول في الصفقات إلا بعد ظهور شموع التأكيد سواء في الاتجاه الصاعد أو الاتجاه الهابط، سواء بيعا أو شراء. مع ملاحظة أنه من ضمن عيوب هذا النموذج في التداول أنه حتى مع التأكيد لا يوجد ضمان بأن السعر سيستمر في الاتجاه الجديد طويلا، لذلك يجب الحذر في حالة التعامل مع هذا النموذج Spinning Top and Spinning Bottom، ويكفي أخذ صفقة واحدة بعد ظهور شمعة التأكيد سواء بالشراء أو بالبيع. ومن حيث الشكل فإن الفرق بين هذا النموذج وشموع الدوجي، الدوجي معنويا يمثل الشك والحيرة وعدم اليقين بالنسبة للمتداولين، أما هذا النموذج كما قلنا فهو يمثل التردد في الأسعار. أما بالنسبة للشكل العام للقمم والقيعان الدوارة Spinning Tops and Spinning Bottom، فإنها تكون ذات أجسام حقيقية لها ظلال علوية وسفلية طويلة أو قصيرة. المهم أن جسم الشمعة يقع في منتصف هذه الظلال تقريبا، بينما الدوجي فهو بلا جسم أو جسم يكاد لا يرى، وظلال العلوية أطول من السفلية ما عدا في حالة الدراجون فلاي دوجي أو الجريفستون دوجي. مع ملاحظة أن كل من النموذجين يحدثان بشكل كثير ومتكرر، ويستخدمان أحيانا كتنبيه لانعكاس على وشك الحدوث بعد حركة سعرية قوية. وكل من النموذجين سواء الدوجي أو السبينينج يعتمد على شموع التأكيد بشكل كبير جدا. التفسير النفسي لتكون هذه الشموع، تحدث هذه الشموع عندما يدفع المشترون السعر الأعلى خلال فترة زمنية معينة، ويقوم البائعون خلال نفس الفترة الزمنية بدفع السعر إلى الأسفل، مما يشكل سبينينج توب في اتجاه صاعد في حالة ما إذا كان الدفع من قبل المشترين، أو سبينينج بوتوم في حالة ما إذا كان اتجاه الدفع من قبل البائعين
إلى أسفل، والآن مع أمثلة توضيحية على الشارت من خلال المنصة. We'll be right back.
في الختام أذكر نفسي وإياكم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يحثنا فيه على وجوب وضرورة أهمية التوكل على الله. قال صلى الله عليه وسلم: لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان معكم مستر محمد السيد السلموني، كبير معلمي الرياضيات والإحصاء ومحلل فني وسيكولوجي في سوق المال والأعمال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.